بسم الله الرحمن الرحيم منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا للضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراي دانيه لظهر أدخل. والطاء والدال وتا من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثا للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفا مع طراف الثنايا المشرفه للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لن عمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والرا وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة
وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو يسقو. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلى أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضا منك عبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراع شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنتا وأولي مثل وجنس إن سكن أدغنك قل رب وبلى وأبٍ في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الظاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظلما أغل الظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى عضين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناضرة والغيظ للرعد وهود قاصرة
والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي. وإن تلاقيا البيان لازم أن قضى ظهرك يعض الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرا لا بغنة اللزم وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمعا بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. واعرف لمقطوع وموصول وتى في المصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا ياسين ثاني هود لا يشركن تشرك يدخلا تعلو على ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما نهقطعوا مما ملك روم النساء خلف المنافقين أمن أسسا فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا
وَكُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَاخْتُلِفْ رُدُّوا كَذَا قُلْ بِئْسَ مَا وَالْوَصْلَ صِفْ. خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضت مشتهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لم هودا ألا نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عن من يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي. ورحمة الزخرف بالتا زبرة لعراف روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا والأنفال وأخرى غافري قرة عين جنة في وقعت فطرت بقية وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. وبدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي لاسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام.